السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بفضل الله احنا النهارده 10/8 ولا زلنا في سلسله فيديوهات فلفل الالوان الصيفي. الصوبه اللي احنا فيها ديت في يعني ايه حاجه نتعلمها فيها جديده، انطباع احنا كنا واخدينه عرف بالنسبه لنا. الصوبه دي كسرت القاعده ديت وما عادش انطباع دوت صح، يعني لازم هنتعلم فيه نقول ايه. ناخد لقطه الاول عن الصوبه سريعه كده وبعدين نتكلم. احنا كده في صنف الاحمر ملناش دعوه بالاصناف خالص تبارك الله، هو مخزن طبعا غصب عنه، مخزن تحت في سنه قمه ناميه صفرة اهي، حاجه بسيطه خالص احنا بات فوق اهي. طبعا في اصابه برضو بالعنكبوت، هو حاطط مفترسات اهي، قمه ناميه اهي، احنا حاولنا نظهرها، احنا عاملين الفيديو عشان الحته دي في صفاره اهوت قمه ناميه اهي اهي، انما ده جزء بسيط في الصوبه لا يتعدى 1% 2%، انما اغلب الصوبه كلها تبارك الله احنا في صنف الاحمر، فشيء طبيعي الاحمر مستواه اقل شويه في المجموع الخضر اهو، الصفاره اهو اهو، انما الصوبه كلها في التوتال بتاعها في الاجمالي بتاعها الصوبه كلها خضراء، الصوبه كلها خضراء، ما فيش اي مشكله فيها خالص في القمه الناميه بتاعتها. ده الصنف الاحمر كله تبارك الله اهو، قلنا هنا الصوبه ديت الاحمر فيها جه في اللون قبل الاصفر، الاحمر جه قبل الاصفر. هناخد حته صفراء برضو، عايزين نبين القمه الناميه الصفراء عشان ديت هناخد منها حته هنقولها دلوقتي اهي. احمر اهو ادي الصفار اهو، درجه من درجات الصفار اهو. نسبته ايه بقى في الصوبه؟ لا تعدى 1%، الصوبه كلها خضر اهي، كله اخضر اهو. طيب هنا اهوت، هو لسه هنا ما جرحش خالص اهو، مخزن لسه ما تجرحش خالص، والقمه الناميه اهي في سنه صفار بسيطه اهي في الصنف الاحمر، سنه صفار بسيط، ده ما تجرحش خالص. طبعا هو الشمس لسعت منه طبعا ايه ثمار عنده عدد يزعل يعني، انما هو كده بصفه عامه ده كده الصنف الاحمر نسبه الصفار فيه لا تتعدى 1% 2%. الصنف الاصفر عندي ده لسه ما اتجمعش خالص، لسه ما خدش منه حاجه خالص اهو، قمه ناميه عندي فايقه اهي، الاحكام اهي تحت تبارك الله ربنا يبارك له اهو، شجره عاليه جت متاخره عن الطبيعي بتاعنا اللي احنا متعودين عليه ان الاصفر جه بعد الاحمر، الاحمر سبق الاصفر، الاحمر سبق الاصفر في التلوين بتاعه اهو. دي القمه الناميه بصفه عامه، وده لسه ما اتجرحش منه حاجه خالص بصفه عامه، هي القمه الناميه عندي كلها شبه طبيعيه بالنسبه لي، خضره هي الطبيعيه بالنسبه لي. ده اصفر اتجرح، ده جرح منه خلاص الاصفر ده اهو، في سن الصفار بسيطه اهي. احنا عاملين الفيديو لهدف معين هنقوله دلوقتي اهو، بصفه عامه اهو الاصفر اهو دوت اتجرح اهو، بصفه عامه اللون بتاعي هنا طبيعي خالص مفيش صفار فيه. نقف احنا كده على حد الاصفر من الاحمر اهو، احنا كده في الحد كده، الجزء اللي قدامنا ده كله كده احمر اهو يمين وشمال اهو، ده الصنف قلنا الاحمر ملناش دعوه بالاصناف خالص وبالشركات، وده الصنف الاصفر اهو، احنا على حد بين الصوبتين، هو زارعهم يمين وشمال قصاد بعض. طيب لو احنا بصينا كده، ادا اللي على شمالي اصفر واللي على يميني احمر، اللي على شمالي اصفر واللي على يميني احمر، تقريبا المستوى بين الاثنين يكاد يكون لا شجره الاصفر عاليه شويه، بس مش فرق جامد قوي عن الاحمر. ادا في الجزء اهو، وده الجزء الثاني، الاصفر على يميني اهو اهو، ده الاصفر والاحمر على شمالي، تقريبا مستوى الشجرتين يعني الاصفر اعلى شويه، بس ايه مش المسافه الكبيره اللي هي يعني. نمره 2، الاحمر عندي شال في الالوان بتاعته بدري، شال ولون قبل الاصفر، الاحمر لون قبل الاصفر اهو، نفس الحكايه برضو هنا، الاحمر اهو ده لسه ما جرحش خالص، الاحمر ده لسه ما جرحش خالص دوت اهو معايا، لون قبل الاصفر. طيب لفينا وشفنا الصوبه وشفنا الاحمر وشفنا الاصفر، ملناش دعوه بالاصناف خالص وملناش دعوه بالشركات، لها كل الاحترام والتقدير. طب احنا لما قلعنا الجدر، نبص على الجدر كده، انزلي بالجبنه تحت على الجدر، ادي مستوى الجدر اهوت، انا قلعه بقاله يجي 10 دقائق، بص الجدر مفيش عندي اي اشتباه في النماتو ده، والاعفان عندي كده يكون 1% كلام فاضي خالص، مفيش عندي اي اشتباه في اعفان خالص، يعني حتى لو في سنه اعفان هي تلسيعه حاجه بسيطه خالص. القاعده عندنا ان الاصفر بيجي في التلوين قبل الاحمر، لا في ظروف الصوبه اللي احنا واقفين فيها ديت وظروف الحر بتاع الوقت اللي احنا فيه دوت، الاحمر هو اللي جه بدري قبل الاصفر، يبقى انا عندي او الصنف الاحمر لون بدري على الصنف الاصفر،
برضو كان عندي ان شجره الاصفر بتبقى عاليه، مستواها عالي خالص، مرتفع خالص عن الاحمر. لا الاثنين عنده قريبين من بعض. في فرق صحيح، والاصفر اعلى بس مش بنسبه كبيره. طيب اغلب الصبع على التخزين اللي هو مخزنه دوت وتخزين جامد عليها وراكن زرع كان المفروض يجمع من اسبوعين فاتوا، المفروض الوش اللي هو بيجرحه دوت كان المفروض النهارده ده الوش الثاني في التجريح. ومع ذلك الصبع اغلبها ماسكه لون اخضر حلو ومجدده فوق حلو والقمه الناميه فايقه فوق. طيب في حتت فيها صفار شويه، في حتت فيها صفار شويه والقمه الناميه صفراء، فاحنا كان العرف عندنا صفار دوت والتخزين يبقى نيماتودا واعفان. يبقى اذا الصفار اللي عندي دوت بقى مش نيماتودا ومش اعفان، واحنا عملنا الفيديو عشان الحته دي. يبقى انا النهارده لما الاقي 98% من الصوبة على تخزين الالوان اللي عليها في الصنف الاصفر وفي الصنف الاحمر ومخزن متاخر اسبوعين عن الجمع بتاعه، و98% 99% من الصوبة واخده القمه الناميه فايقه وخضره وشغاله بغض النظر مسكت او مسكتش، التخزين مع الحر نفلت ما مسكتش، انما هي لونها اخضر. فده يدل وعندي 1% او 2% شجر بسيط معدود على الصوابع اللي فيه صفار في القمه الناميه بتاعته. فاذا هنا يبقى الصفار ده هنا سببه ايه بقى؟ الصح بيقول ان انا لازم اقلع عود زي ما احنا قلعنا كده ونشوف الجدر بتاعه. طب الجدر ده بيقول لي مفيش نيماتود ومفيش عفان، يبقى الصفار اللي عندي دوت اجهاد على النبات بسبب درجه الحراره العاليه مع التخزين اللي هو موجود على الشجره والتاخير في الجمع سواء في الاصفر او الاحمر، فظهرت القمه الناميه عندي بدرجه صفار بسيطه. طب والدرجه ديت نسبتها قد ايه في الارض بالنسبه لعدد الصوبه كله؟ الصوبه دي 26000 نبات، لا يتعدى 1% من الصوبه اللي في الصفار دوت. اذا هنا لازم احط احتمال عندي ان مش نيماتودا، بدل ما اقول لا ده صفار نيماتودا واكلف اروح اجيب جرعه نيماتودا بخمسه بسته بعشره الاف، اروح اجيب ضفحة اعفان بثلاث الاف باربع الاف. طب انا النهارده انا قلعت عود، العود ده كان هيديني انتاجيه قد ايه وسعره قد ايه؟ لو انا قلعت عود بقى كشفت بيه وفرت ثمن النيماتودا وفرت ثمن العفن، اكد لي المعلومه. لو نيماتودا هروح اجيبه انا قلبي زي العسل دفعه النيماتودا ب 6000 ب 7000 ب 8000 زي ما اكون واسحبها. لو اعفان قلبي زي العسل هروح اجيب ب 3000 ب 4000 جرعه الاعفان واحطها، انما احط كده عشان انا شايف الصفار من فوق وافحط جنب العود؟ لا. يبقى احنا بنأكد تاني المعلومه، مش كل صفار يبان عندك، لان انا عندي 98 99% من الصوبه قمه ناميه طبيعيه وسليمه. يبقى اذا هنا ايه داعي ان انا اسحب نيماتودا بشيء فلان واسحب عفان؟ هي مش هتضر بس ما دي خساره عليك. انا هحدد انهي جرعه، هحط انهي دواء، هحط انهي مبيد، هحطه بانهي جرعه في الاعفان، هجيب انهي مبيد واحط انهي جرعه. الجدر لما كشفته بين له اهو. طب انا جدر زي ده لا اعفان ولا نيماتودا، اذا الصفار اللي عندي كله كان اجهاد، مجرد ما انت هتشيل بس من عليها الحمل اللي عليها رد التاني معاك واشتغل التاني. يبقى يعني يا رب نكون مفكرين في هذا الفيديو. لو بتتابعنا على الفيس من فضلك اعمل لايك، لو بتتابعنا على اليوتيوب من فضلك اعمل شكر في القناه محمد شندوة، تواصل 0 4 7 8 6 1 9 6. شكرا.